عصفة التيراميسو اللي تعلمتها بميلان توني. يا سلام سلم، شوفوا الكريمة، واو واو، وايد لذيذة. أوه يا جماعة، الحلات موزونة، أوف أوف أوف، معادية. أقوى تيراميسو جربته الحين، سوها أول شيء صفار البيض، شكر، نخلطهم لين يذوب الشكر مع صفار البيض، يصيرون شوي فومي مستوح. يا سلام، يصير كريمي وذاب الشكر. نجيب جبن المسكربون، أخليه شوي نوعا ما كريمي. صفار البيض مع الشكر، واو. نخلطه الحين بالإيد أو بالماكينة شوي شوي. نزل الجبن الزايد عشان كل شيء يخلط مع كل شيء. هني أهم شيء شوي شوي الماكينة. هذا قوام الكريمة. القهوة يفضل ان نستخدم الاسبريسو، مو النسكافيه والشغلات اللي جاهزة كذي، او تقدرون تستخدمون سالفة البوت اللي هو اساس ان القهوة تصير مو مركزة حيل، نبيها وسط. مع التقديم شوية كريمة تحت، نجيب ليدي فينجر، قطسهم بالقهوة بسرعة كذي ونصفهم.